تلفونوني مع مراتي وسقت الخبر بانه ولدي كاين عند خويا ورجعت لعندهم الا بريقاد وقالبين عليا كاملين كيقولوا له هذاك غير احمق هذاك ما عندوش العقل ومشيت رجعت الخامس عاود كنقول لهم هذا الشيء هاللي كاين كيقولوا لي انت احمق الخامس الجمعه قلت لهم مالو رئيس الجماعه معايا وهو كيصيفط لي السبت العصابه ديالو كامله العائله ديالو كامله شخشخوا لي داري شخشخوني انا الوالده كلات الضرب بقيت هكاك مشجون السبت والحد دخل داري حتى الاثنين كاين الخلصه ديال سيدنا الوالده عندي مريضه قالت لي يا بني سير جيب لي الدواء قلت لها الوالده الله ديك الناس باغيين يقتلوني قالت لي لا غيسا قلت لها شفت اختي مشات لا عند القياده حتى هما كيقولوا لها احمق قالت لي لا قال ابني غيسير هي هذيك مشيت شفت الوالده مريضه كتنفخ ومشيت خرجت 300 متر من الدار عندنا الطريق كدوز في الغابه وانا كنشوف ذيك العصابه ديال نهار السبت كتخرج معايا نفس المشكل خرجت ليلي بالمناجل والسناح الابيض والضرب بالحجر انا مضروب كامل وهربت للدار صديت عليا البيبان بداو كيشخشخوا الدار كيشخشخوا اي حاجه هي هاد دابا فين هي؟ ها؟ مرتك فين هي؟ ايوا هاي في العريش هاي في العريش طلقتيها ولا باقا؟ مازال ما مطلقهاش باقا مرتك؟ ها فين هما ولادك؟ هم معاها ودابا معاها من عايش انت؟ ها عايش غير مع الوالده صافي مشات طلبت الطلاق قلت لها ولادي كتقول لي انا كنتحمل جميع المسؤوليه ما كاين لا تابع لا متبوع غير طلقني انا كانت النيه ديالي حسنه قلت لها صافي نطلقوا وفاش سقط الخبر بانه خانتني مع خويا ومع شي وحدين اخرين مشيت انا كندير مشيت قانوني لا عند هاد الناس هادو مشيت قانوني قلت لهم اللي كاين وهاللي كاين تحاليلات ها الله بدلوه لي في السبيطار ديال تركيست بدلوه لي في السبيطار ديال تركيست وانا ما فراسي حتى حاجه حتى مشات المرا بحالها عاد انا كنسيق الخبر بانه غير خويا كيخوني مع مراتي مراتي كاينه الا ما كانتش انا كنتحمل المسؤوليه غيغبروني من العالم ها الولد 5 سنوات اللي تبدل لي كتشوفو دابا قدام وما عمر شفتو ما عمر جابوه لي للدار نشوفو فين ها كاين مع خويا في تاونات ساكن خويا في تاونات ما كتلاقاش معاه ما عمر تلاقيت مع ديك الولد جابو ديك الولد ولا شفتو ما عمر شفتو مده ديال 5 سنوات شمتوني الله باع الله تباع وتشراو فيا 4 المليون مراتي شدتها 4 المليون